مشاهدينا اهلا بكم. همزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. همزه وصل دوما ما نبداها بالشائعه ثم ننطلق الى موضوع حلقه اليوم. اما شائعه اليوم فهي تخص نفي مجلس الوزراء لما تردد حول تصفيه مجمع الالومنيوم بنجع حمادي. ستظهر الشائعه على الشاشه الان، وهو اتجاه الدوله لتصفيه مجمع الالومنيوم بنجع حمادي. اما الحقيقه فان وزاره قطاع الاعمال العام قالت ان الامر غير صحيح، ونوضح أنه جاري تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم من خلال إحلال الجزء الأكبر منه من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف الاستشاري العالمي خلال فترة وجيزة. دي كانت حقيقة الشائعة التي انطلقت حول فكرة تصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي. دعونا نلقي نظرة أكثر قربا في عملية تحليل هذه الشائعة مع الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بك يا أستاذ كمال. أهلا وسهلا. شائعة تصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، كيف تراها؟ نعم، يعني بالفعل هذه الشائعة نموذج لعملية قلب الحقائق اللي بيلجأ إليها المغرضون للتأثير طبعا على المواطن المصري ونشر أكاذيب لا صحة لها، لأن اللي بيحصل عكس ما جاء في الشائعة. اللي بيحصل إن زي ما حضرتك أشرت إن في عملية تطوير خطة بيتم تنفيذها حاليا بتستهدف إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية، وده هيكون بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم. في دراسات جدوى تمت للمشروع وفي استشاري عالمي يعني مشرف عليه، فطبعا ده بيؤكد إن يعني على العكس، يعني الشعب بتتكلم عن اتجاه دولة تصفية المجمع، إزاي مجمع بيتعمل له تطوير ومن خلال استشاري عالمي والبعض يتكلم عن اتجاه تصفيته، لكن ده بيؤكد ان اللي بينشر شائعه بيحاول يشوف حاجه بتحصل وبيعكسها، ودي الشائعه اللي بنسميها شائعه الرماديه، اللي بتجيب حاجه حقيقه لكن تقلبها عكسها وتحاول تحبط المواطن او تنشر بيانات غير صحيحه. وده الحقيقه بيخلينا نؤكد مره اخرى على اهميه ان اي مواطن يتاكد الاول ويسال ويدخل على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء أو الوزارات المعنية ويشوف حقيقة أي حاجة قبل ما يشيرها. والحقيقة بيؤكد أيضا على الدور المهم اللي بيقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهات المعنية لضحض الشائعات، وأيضا دور الإعلام زي ما حضرتك حاليا بنعمل، إزاي الإعلام مهم جدا إن هو يكشف الحقائق ويرد على تلك الشائعات، ويعني ومهم قوي دور المواطن إنه ما يشيرش أي حاجة غير لما يتأكد من صحتها. ده بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك أستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء على المداخلة وإبداء الرأي. مشاهدينا اسمحوا لي ان انا انتقل لموضوع حلقه اليوم، وهو بيخص الاحتفاء باليوم العالمي للتراث اللي بيتفق تاريخه مع اليوم والحديث عن العلاقه ما بين مصر واليونسكو في عمليه حمايه التراث. والحقيقه ان هذه العلاقه ضاربه الجذور وموغله في القدم. تعاونت مصر مع اليونسكو في عدد كبير من الاحداث الهامه، كان اشهرها وابرزها هو نقل معبد فيلا باسوان والعديد من الاحداث الهامة التي مرت عالميا وأيضا محليا. وكان لهذا التعاون بين مصر واليونسكو مردود كبير جدا على عدد من الأحداث الثقافية والحضارية، منها المخطط الخاص بمتحف الحضارة المصري. في الفترة القليلة الماضية مرينا بحدث مصري عالمي، وهو موكب نقل المومياوات الملكية من متحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وهذا الموكب حصل على مشاهدة عالمية كبيرة ومدح وثناء كبيرين. ماذا عن أفاق التعاون مع اليونسكو في المرحلة القادمة في حماية التراث المصري، وأيضا محاولة عرض صورة حقيقية أكثر إبهارا أكثر ظهورا للعالم في الخارج؟ ماذا عن هذا التعاون المشترك بين مصر واليونسكو؟ سنحاول طرح هذا السؤال من خلال الحديث في حلقة اليوم من همزة وصل، والسؤال كما يظهر على الشاشة الآن. في اليوم العالمي للتراث، ما أبرز ملامح التعاون بين مصر واليونسكو؟ في اليوم العالمي للتراث
ما أبرز ملامح التعاون بين مصر واليونسكو؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب أن تشاركوننا إياه من خلال همزة وصل إي جي، كما هو متابع دائما في تسجيل آرائكم عبر المواقع المختلفة. همزة وصل إي جي تستقبل آرائكم معنا في هذه الحلقة. دعونا نبدأ بالتقرير كما هو معتاد. الذي حققه حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. تشارك مصر ودول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي وافق 18 من أبريل من كل عام. وبمناسبة يوم التراث العالمي، أعلنت وزارة السياحة والأثار أنه تم افتتاح قاعة المومياوات الملكية لمشاهدة المومياوات وملوك وملكات مصر في سيناريو عرض مبهر. ويأتي الاحتفال بيوم التراث العالمي هذا العام مع إدراج اللجنة الدائمة المصرية بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو إدراج المتحف المصري بالتحرير على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي، والذي قامت الوزارة برفع الملف التمهيدي الخاص به في شهر فبراير الماضي طبقا للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمي. ويحتفل العالم المهتمون بالتراث الحضري والإنساني بيوم التراث العالمي، وهو اليوم الذي تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو العالمية من أجل حماية التراث الإنساني في كافة دول العالم، حيث يحتفل بيوم التراث العالمي كل عام. وذلك بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع تحديد اليوم الدولي للمعالم والمواقع الأثرية. جدير بالذكر أنه تم إقرار اتفاقية التراث العالمي برعاية منظمتي اليونسكو والتراث العالمي من أجل حماية التراث الإنساني، وأقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس عام 1972. وشملت اتفاقية التراث نوعين من التصنيفات التراثية، وهي ثقافي ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، وطبيعي ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية. بالطبع النجاح المبهر لموكب المومياوات الملكية اللي عشناه منذ فترة قليلة كان له أثر الكبير على العالم كله في جذب الأنظار لمصر من جديد، وبالتأكيد طبعا بتتوالى الأحداث اللي مصر بتحاول أنها ترتب لها في هذه المرحلة تمهيدا أنها تكون بقعة جذب حقيقية للتراث المصري الحافل الموجود لدينا في مصر. ماذا عن الفترة القادمة؟ ماذا عن المخططات في هذا الإطار؟ دعونا نبدأ الحوار. معنا عبر الهاتف الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الأثر. أستاذ مجدي أهلا بك. تحياتي يا فندم لحضرتك وكل مشاهدي. تحياتي لي. يعني نحن بنحتفل اليوم باليوم العالمي للتراث، مصر بتهتم في هذه المرحلة بإلقاء الضوء على تراثها وعلى حضارتها بشكل حقيقي من خلال نشاط فعال في المرحلة السابقة لتجديد المتاحف، إعادة فتحها، إيجاد متاحف جديدة عملاقة، العرض المتحفي المختلف. كيف ترى أفاق هذا التعاون بين مصر واليونسكو في هذا الإطار؟ أنا برحب بحضرتك الأول. أنت عارف حضرتك إن مصر تراثها هو تراث فريد، وتراث يعني الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تراثها لم ينقطع في حضارات مختلفة، سواء الحضارة المصرية القديمة أو اليونانية أو الرومانية أو الإسلامية حتى العصور الحديثة. وبالتالي مصر يعني لها تراث فريد وكل الدول بتهتم بيه، لدرجة إن إحنا يعني دايما أقول إن إحنا الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي عندنا علم بيدرس بعلمنا هو علم المصرولوجي والإيجيبتولوجي. وبالتالي إحنا مميزين جدا في تراثنا، وأولا تراث فريد، وكل متاحف العالم تقتني جزء من تراثنا وتنبهر به وبتشجعه ودايما يعني مكتئب جدا. وعندنا كمان اكتر من 200 بعثة اثرية، يمكن حوالي 268 بعثة اثرية من كل دول العالم موجودين في مصر وبيشتغلوا في اماكن مختلفة. فتراث مصر لازم كانت اليونسكو، واحنا من دول الموقعة على هذه الاتفاقية يعني مبكرا جدا جدا. ويمكن اشهر حاجة واهم عمل اليونسكو يذكر ليه حتى الان هو انقاذ اثار النوبة. لما قررت مصر في يعني في الستينات ان هي تعمل السد العالي، فكان طبعا هيغرق كل اثار النوبه، حوالي 17 اثر، اثارهم طبعا معبد فيلة ومعبد ابو سمبل. فطبعا اليونسكو تعاونت، كان حوالي 50 دوله ومنظمه تعاونوا في هذا الانقاذ، ودي حتى الان اليونسكو بتعتبر ان اهم عمل واخطر عمل عملته هو انقاذ اثار النوبه، ودايما تفتخر في كل منتدياتها بان اهم ما انجزته في العالم كله هو انقاذ اثار النوبه. وطبعا لو حضرتك يمكن معبد ابو سمبل نموذج واضح جدا جدا في تقطيع المعبد ونقله لاماكن اخرى، كذلك معبد فيلة
حوالي 17 اثر تم نقلهم، وبالتالي احنا بنتكلم على تعاون قديم وتعاون مهم. واليونسكو طبعا احنا عندنا مصر 8 مواقع للتراث العالمي، وطبعا اخرهم ان احنا المتحف المصري اللي هو موجود في التحرير هو دلوقتي موجود على القائمه التمهيديه لضمه لقائمه التراث العالمي، وبالتالي مصر فيها وفيها المزيد والمزيد طبعا. فاحنا عندنا 8 اماكن مضمومه، وان شاء الله عندنا المتحف المصري اللي هو موجود في التحرير. فالتعاون بدا مبكرا جدا ومستمر حتى الان، وهذه المناطق اللي تابعه لليونسكو طبعا ما نقدرش نعمل فيها اي ترميم او تطوير او اي شيء الا برجوع اليونسكو والاتفاقيات الدوليه. فارتباطنا باليونسكو قديم ومبكرا جدا جدا. ايه طبيعه العون اللي بيقدمه اليونسكو في هذا المجال؟ عايزين نشرحه اكتر للمشاهدين لكي يقتربوا من هذه الفائده ويعرفوا باي قدر اثرنا شديده الاهميه والعالم بيهتم بيها وايضا منظمه دوليه بحجم اليونسكو. احنا التعاون بينقسم لقسمين، قسم مباشر ان هو دعم مادي، يعني حضرتك ممكن تقدمي بروجكت معين بحيث ان هو يبدا يدعمه لك ماديا، او تقني بحيث ان حضرتك مثلا بتنشئ متاحف بتنشئ اجزاء، ممكن اليونسكو بيبقى لها راي، بتبعت لك خبراء في مجالات مختلفه اذا انت محتاجاهم. وبالتالي حضرتك لما نيجي نرمم اي اثر او بنفعل شيء لازم اليونسكو بتمدنا بالدعم المادي او الدعم المعنوي عن طريق خبراء اللي موجودين في اليونسكو. نعرف حضرتك اللي في خبراء من كل المجالات ومن كل الدول في اليونسكو، وبالتالي احنا يعني علاقتنا بيهم مهمه جدا، والدعم بتاع اليونسكو بيبقى من الجانب الاخر. يعني بس تسال احنا ليه مهتمين جدا او فرحانين جدا لما جه الاسبوع اللي فات اعلن ان المتحف المصري هينضم لليونسكو. يا جماعه ده مهم جدا، لان لما ينضم مكان اليونسكو هيبقى فيه دعم مادي ودعم يعني تقني ودعم كمان من ناحيه الخبراء. ثاني حاجه ان بيؤهلني ان انا اضم القاهره الخديويه، لان معروف ان المتحف المصري في ميدان التحرير موجود في القاهره الخديويه، فانا بعد كده عشان المحيط بتاع المتحف ممكن المحيط بتاعه القاهره الخديويه، فده بيخدم على ده، فانا في المستقبل ممكن يبقى سهل جدا هضم القاهره الخديويه. وبالتالي التعاون مع اليونسكو مهم جدا، اليونسكو دورها في مصر مهم، ان احنا مطلوب منا كمان مزيد من الدعم، وان احنا محتاجينه، لان عارفه حضرتك زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان في الكام سنه اللي فاتوا احنا بقى عندنا مجموعه متاحف، وفي المستقبل ان شاء الله واخيرا متحف الحضاره، اعتقد ان يعني ما حصلتش في السنوات اللي فاتت، مجموعه من الاكتشافات. احنا عندنا كل شهرين وزاره السياحه والاثار بيتم عليها اكتشاف، فاحنا كل يوم في مزيد او في تعاون، وبالتالي هذا التعاون مطلوب، ومطلوب ان احنا دايما يكون هناك تعاون ما بيننا وبين هذه المنظمه الرائعه الجميله. ايش اشكال الدعم ده؟ حضرتك ذكرت الدعم المادي والتقني في مجالات الدعم اللي بتقدمها اليونسكو، يعني لو ذكرنا ده في اي اماكن من الاماكن المشموله في مصر بهذه الرعايه بيبقى اثرها يعني ازاي؟ اقول لحضرتك احنا عندنا مثلا زي ما قلت لحضرتك اول حاجه كانت المشروع الاكبر والاضخم والاهم واللي اعتقد ان هو مش هيتكرر تاني هو انقاذ قصر النوم. يعني مثلا زي مثلا معبد ابو سمبل كان ساعتها 50 مليون دولار، جايز الرقم ده دلوقتي ما يكونش كبير، لكن في الوقت ده احنا بنتكلم من 64 ل 68 كان رقم يعني كبير كمان. اليونسكو تم يعني جمعت هذه الاموال يا اما من تبرعات يا اما من المؤسسات المختلفه، فدي كان رقم في هذا الوقت بجانب المعبد فيلا اتكلف برضه حوالي 320 مليون دولار، ففي مبالغ بتصرف يعني مهمه جدا. ثاني حاجه حضرتك بتيجي تقسم متاحف او بتعملي ترميمات بتلجأ اليونسكو، بتمدك بالخبراء، بتمدك بالمواد، وبالتالي تعاونك معاها مهم. فاحنا كدوله من المؤسسه اليونسكو، وفي نفس الوقت كدوله عندنا تراث حضاري كل العالم يعرفوا وحفظوا، ويمكن حضرتك شفتي يوم الحفل المواليد الملكيه كيف كان العالم كله عينيه على مصر واهتمامه بحضرتها وتسائلوا عليها، وبالتالي حضرتك اليونسكو بتعتبر مصر من الركائز الاساسيه بالنسبه لها، واحنا بنعتبر اليونسكو شيء مهم جدا جدا، لان حضرتنا اذا كانت موجوده على ارض مصر فلكنها ملك البشريه كلها. يعني حضرتك هي حضاره مصريه ولكنها على ارض مصر، ولكن كل البشريه مهتميه بيها. ولو حضرتك رحت لاي متحف عالمي هتلاقي ان اهم قسم موجود في داخل هذا المتحف هو القسم المصري، رغم انه عندهم حضارات اخرى. يعني اللوفر مثلا حضرتك عنده حضاره عراقيه ويونانيه ورومانيه وكل من كل دول العالم عنده اثار، لكن يظل القسم المصري والابرز والاهم والاكثر بالنسبه لمدير اي متحف. نعم استاذ مجدي، حضرتك شايف حجم الاهتمام الحالي بالاثار المصريه من قبل الحكومه الحاليه متمثل في اعاده الاهتمام بالمتاحف، اعاده فتح وتجديد بعضها، الاهتمام بالعرض المتحفي بشكل او باخر، شايف ان ايه اللي محتاجه عمليه عرض الاثار في مصر من جهود اخرى بجوار كل هذا؟ والله يا فندم هو يعني انا طبعا والله ما حدث خلال السنوات اللي فاتت انا بعتبره انجاز حضاري، وانا شغال في هذا المجال من 33 سنه، هذا يعني كنا بنحلم بيه، يعني حلم فاق توقعاتنا، يعني فاق زي بيقولوا فاق احلامنا. وكم الاموال اللي بصرف ضخم جدا، يمكن السيد وزير السياحه والاثار كان في اخر لقاء
قال ان يعني لما بيكلموه بعد موضوع المومياوات قال ان الدوله دعمت مجال السياحه والاثار ب 20 مليار، فان تدعم الدوله مجال السياحه والاثار وخاصه الاثار يمكن اكتر ب 20 مليار في ظل التراجع الاقتصادي الدولي وكورونا وكده، فمعناها ان الدوله بتدعم هذا القطاع. يعني انا بعتقد دعم ما حصلش، ان الدوله تفتتح وتعيد افتتاح حوالي اكتر من 20 متحف اخرهم متحف الحضاره، انا بعتقد ان ده مش ما حصلش ومش هيحصل في ظل الازمات الاقتصاديه الدوليه. لكن احنا في مصر يعني مطلوب منا اكتر، يعني يمكن مبادره السيد وزير التعليم والسيد وزير الاثار بتدريس الكتابه المصريه القديمه اللي بيسموها الهيروغليفيه في المدارس ده شيء جيد، ان الناس بدات تهتم بالتراث ده شيء جيد، لكن احنا محتاجين المزيد، لان عارفه حضرتك التراث يا جماعه هو مش مجرد اثار فقط، التراث المادي هو تراث مادي وتراث معنوي، فاحنا التراث للاسف في مصر يعني تائه بين اكتر وزاره، يعني الاوقاف جزء، الثقافه جزء، الاثار جزء، فاحنا نتمنى ان يكون عندنا لجنه اسمها اللجنه العليا للتراث تشمل كل التراث المادي والتراث المعنوي، لان عاداتنا وتقاليدنا الاراجوز التحطيب في حاجات كتير جدا، يعني حاجات مش موجوده على ارض الواقع، عاداتنا الفلكلور حتى في الملابس والاغاني، عايزين كل ده نجمعه، فنتمنى ان يكون هناك اسمها اللجنه العليا للتراث تشمل وتكون تابعه لاي جهه ما، ولكن يكون لها دور. ثاني حاجه ان التراث يبقى له يقولوا اب شرعي، ما يبقاش مثلا للجامع، يبقى الجامع اثري تشرف عليه وزاره الاثار ولكن تديره وزاره الاوقاف ويتبع المحافظه، وبالتالي عشان حضرتك تعملي في اي تطور محتاجه اكتر من جهه، اتمنى ان يكون هناك لجنه عليا للتراث تابعة لاي جهه، يعني ما تفرقش بالنسبه لنا ايه، ولكن تهتم بكل التراث وتجمعه، لان عارفه حضرتك مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة وكل محافظة فيها تراث خاص بيها في أزيائها، يعني حضرتك رحت سينا عندهم أزيائهم عندهم موسيقاهم عندهم طعامهم، رحت مثلا الصعيد بيختلف تماما عن سيناء، كل محافظة في مصر لها تراث بيختلف تماما عن الايه عن المحافظة الأخرى، فنتمنى إن يكون في متحف في كل قرية، إن شاء الله أوضة واحدة فقط، أتمنى متحف القرية ومتحف المدينة متحف الإقليم، لأن إحنا نتمنى لأن التراث يا فندم لازم يحفظ في داخل المتاحف ولازم نشجع ولادنا، الفترة اللي فاتت في تشجيع لزيارة الايه المتاحف، لكن نتمنى أكتر لأن في معظم المتاحف موجودة في القاهرة، نتمنى يكون عندنا كل محافظة كل مكان يبقى فيه متحف. طلباتك هامة يا أستاذ مجدي، سواء كانت بانتشار المتاحف على مستوى الجمهورية في كل محافظة وفي كل قرية وفي كل مكان الحقيقة، وعندنا من الزخم من ما يمكن عرضه مما يسمح بهذا بشكل حقيقي، وبنتمنى ان ده يكون موجود في يوم من الايام في خطة الدولة في الفترة القادمة. ايضا وجود لجنة عليا للتراث اعتقد ده مطلب شرعي جدا في هذه المرحلة للجمع ما بين يعني او ان تكون مفاصل التراث في مصر في يد واحدة تفهم قيمته بشكل حقيقي، فده مطلب شرعي جدا في هذه المرحلة. انا بشكرك استاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزارة الاثار على هذه المداخلة. وانتقل للحوار ده دكتور خالد سعد مدير الادارة العامة لاثار ما قبل التاريخ بوزارة الاثار، اهلا بك دكتور خالد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور خالد، وضعية العرض المتحفي في مصر في هذه المرحلة كيف تراها؟ طبعا احنا بننتقل في الفترة الحالية من اسلوب العرض المحلي اللي هو اللي كان في المتاحف سابقا، وسواء بقى من حيث تغيير الفاترينات ولا من حيث تغيير اسلوب العرض المتحفي ولا اسلوب الاضاءة، كل ده بننتقل فيه لان ده علم اسمه علم المتاحف. نعم. بيتنقل الكلام ده كله في ما نسميه بالمتاحف الجديدة، خاصة المتاحف اللي بيتم انشاء فيه المقاصد السياحية زي متحف شرم الشيخ واللي احنا شفناه على مستوى عالمي، ومتحف الغردقه وبرضه على مستوى عالمي، سواء في اسلوب العرض المتحفي او في اسلوب الديكومنتيشن حتى بتاعت القطعه، ان حضرتك يتوفر لك مجموعه من البيانات او الاجراءات اللي تمت حوالين نقل القطعه وتاريخها الهيستوري بتاعها، كل ده ما كانش موجود قبل كده، كل ده بنعدله في اسلوب العرض المتحفي. الحاجه الثانيه تحويل المتحف بقى من مجرد ان هو يصبح مكان لعرض القطع الأثرية إلى أنه يصبح مؤسسة تراثية وثقافية فيها مجموعة من الأنشطة، سواء أنشطة تعليمية للطلبة في مرحلة ما قبل الجامعي أو أنشطة خاصة بالندوات والمحاضرات فيما بعد الجامعي وللجمعيات الخاصة. نعم دكتور خالد، المرحلة الحالية اللي بنحياها هي مرحلة اهتمام بالتراث المصري وبالحضارة الكبيرة، كيف ترى هذا الاهتمام ومردوده على السياحة الثقافية؟ هو حضرتك طبعا احنا شايفين اليونسكو بتولي اهتمام كبير جدا لمصر، طبعا لتميز مصر وتفردها بمجموعة من المقومات التراثية غير مسبوقة في أي دولة في العالم. مصر عندها مجموعة مقومات تراثية سواء بقى التراثية الحضارية
بتنوع الفترات الزمنيه التاريخيه بتاعتها او المواقع التراثيه الفريده اللي من نوعها، زي مثلا وادي الحيتان، زي الصحراء البيضاء، زي الواحات البحريه، زي سيوه. كل ده مصر بتقدمه مجموعه من الدراسات الجاده لتحويل هذه المواقع الى محميات تراث عالمي، لان هذه المواقع غير مسبوقه على مستوى العالم. اليونسكو لما بتبص لمصر بتبص لمصر بشكل مختلف، لان في كثير من الدول بتتقدم بطلبات لتحويل بعض المواقع فيها الى محميات تراث عالمي، لكن ما بتبقاش على نفس القوه والثقل بالمواقع اللي موجوده في مصر. وبالتالي اداره اليونسكو بتبص لمصر بنظره استثنائيه باعتبار مصر دوله متفرده، سواء بقى من الناحيه التاريخيه بفتراتها الزمنيه المختلفه او من الناحيه الطبيعيه لاحتوائها على مواقع غير مسبوقه زي وادي الحيتان والصحراء البيضاء وخلافه. يعني رعايه اليونسكو بتعود بايه على المناطق اللي هتبقى مشموله باهتمامها؟ هو اليونسكو واجهه مشرفه لينا، يعني حضرتك كل ما يبقى عند حضرتك مواقع تراث عالمي اكتر، كل ما تبقي مصنفه من حيث الدول السياحيه على مستوى العالم اكتر. وبالتالي مصر كدوله فيها محميه تراث عالمي طبيعي واحده بس، وفيها مجموعه محميات تراث عالمي ثقافي حوالي سته، فالعدد لا يتناسب مع قيمه مصر الحقيقيه، خاصه ان انت عايزه تدخلي منطقه الصحراء البيضاء كمحميه تراث عالمي، عايزه تدخلي منطقه ستره وعلم الغد والبحرين ومنطقه سيوه كمنطقه تراث عالمي، عايزه تدخلي منطقه جبل اطراني كمنطقه تراث عالمي، نظرا لوجود الغابه المتحجره ووجود الفوسيلز والحفريات الفقاريه ووجود غابات المنجروف ووجود اثار زي دينة السباع وزي قصر الصخر. الموضوع كبير جدا. احنا لما بنقدم منظمه اليونسكو بتستعجب، ده في دول بتقدم ايتم واحد، احنا الملف بتاعنا بيبقى دسم جدا، وبالتالي بيبقى لليونسكو دور استثنائي. الحاجه الثانيه ان اليونسكو بتدعم مصر في المشروعات الصغيره بقى، زي مثلا لما دعمت مصر في فتره تطوير القاهره التاريخيه وشارع المعز لدين الله، واحنا دلوقتي في طور التعاون مع اليونسكو في اكثر من ملف، خاصه بعد دعم القياده السياسيه لملف تحويل القاهره الى متحف مفتوح، وده برضه هياخد جهد كبير ما بين وزاره السياحه والاثار وما بين منظمه اليونسكو. ايه المقصود هنا بعمليه تحويل القاهره القديمه لمتحف مفتوح؟ انت حضرتك في تشابك كبير جدا ما بين العدد السكان اللي موجود في القاهره وما بين التصاقه بمجموعه من المواقع الاثريه الهامه جدا، زي مثلا منطقه شارع المعز. ان حضرتك بتطوري هذه الاماكن بحيث ان الاماكن دي، شوفي حضرتك بعد اناره القاهره الخديويه شكل مصر اتغير ازاي، بعد موضوع البياض الخارجي واناره المباني، حضرتك بتعيدي شكل القاهره الجميله اللي كانت واحده من اجمل مدن العالم في عام 52. فحضرتك بتعيدي مره اخرى شكل القاهره بعدما زاد عدد السكان فيها وبعد نسبه التلوث العاليه فيها من وسائل المواصلات وخلافه، وبعد ارتفاع المباني بشكل كبير جدا. كل ده حضرتك عايزه ترجعي شكل القاهره تاني، لان القاهره بمحتواها التراثي والتاريخي فيها كم غير مسبوق في اي محافظه في العالم للاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه. وبالتالي ان القياده السياسيه تدعم فكره تحويل القاهره الى متحف مفتوح، خاصه في المقابله اللي تمت ما بين سياده الرئيس وما بين رئيسة منظمه اليونسكو، ان الدعم ده هيوفر للقاهره مجموعه من المتنفسات الخاصة بالسكان. يعني حضرتك هتشوفي مساحات خضراء بعد كده في القاهرة، هتشوفي المواقع الأثرية معد ليها أماكن للزيارة وأماكن للباركينج. كل ده بيعدله مجموعة من الدراسات على قدم وساق، إن شاء الله يحصل نوع من أنواع النقلة النوعية في تحويل القاهرة إلى متحف مفتوح. نعم. أستاذ دكتور خالد، في مطالبات من عدد كبير من الأثريين بأن تكون هناك لجنة عليا للتراث في هذه المرحلة تعمل على جمع شتات عملية السيطرة على بعض الآثار المتفرق، عملية إدارتها ما بين الآثار وما بين الأوقاف والسياحة وما شابه. كيف ترى وجود لجنة عليا للتراث في هذه المرحلة تحديدا؟ هو حضرتك دايما في اشكاليه مهمه جدا، ان كل وزاره من الوزارات بيبقى ليها مجموعه من القوانين والاصدارات والتشريعات بتحكم
طبيعه عمل هذه الوزاره. يعني مثلا وزاره الاثار عندها القانون الخاص بها اللي هو قانون حمايه الاثار اللي هو قانون 117 وتم تعديله. وزاره الاوقاف ليها القانون الخاص بها باداره مجموعه المباني التاريخيه واللي بيدخل فيها بعض المباني الاثريه واللي بتستفيد منها وزاره الاوقاف، وطبعا بتنضم الى الاثار من حيث القيمه الاثريه والتاريخيه، لكن احيانا بتظل تبعيتها الى وزاره الاوقاف، وبالتالي بتعاني احيانا بعض هذه المباني الى سوء الاستخدام، وبالتالي بتطالب وزاره الاثار بخروج هذه المباني من حيازه وملكيه وزاره الاوقاف الى وزاره الاثار. لكن حضرتك عارفه ان خطه اداره هذه المنظومه هي خطه دوله وليست خطه وزاره بعينها، ان في تشابك كبير جدا ما بين المواقع التراثيه والمواقع الحضاريه وما بين مواقع مثلا في الظهير الصحراوي، ففي مواقع لابد ان يتم اختار وزاره الدفاع بها، في مواقع لها حساسيه من الناحيه الامنيه فلابد ان يكون لوزاره الداخليه برضه دور فيها، وبالتالي لجنه التراث او اللجنه هتبقى لجنه كبيره جدا، والمفترض ان يبقى في اداره عامه للتراث بتشمل اعضائها بقى سواء بقى من وزارة الداخلية ولا من وزارة الخارجية ولا من وزارة الأوقاف ولا من الوزارات المعنية. العبء ده بيبقى عبء حاليا ملقى على عاتق الوزير باعتباره هو بيقوم بكل هذه الأدوار التنسيقية مع كل هذه المخاطبات. نعم. وبالتالي بيطلع هنا توجه الدولة، إذا كان هناك توجه من الدولة مباشرة أو من سيادة رئيس الوزراء مباشرة لسيادة الوزير مباشرة بشيء معين. وبالتالي هنا بيبقى فيه نوع من أنواع التسريب الحالي في إدارة هذا الملف دون غيره. لكن هو في عندنا إدارة لإدارة اليونسكو وفي إدارة لإدارة التراث، والإدارة إلى حد كبير بيبقى على عاتقها جزء كبير جدا في إعداد بعض الملفات اللي تعتبر ملفات خطيره وحساسه بتعرض للوزاره يوما بعد يوم. نعم. ايه هي اكثر الاثار اللي حضرتك شايف انها يجب ان تولى اهتماما في المرحله المقبله والمرحله اللي احنا بنحياها؟ لا، انا عايز حضرتك تاخدي الكاميرا وتنزلي وتشوفي مدى التشابك والتلاءم بين هذه المواقع الاثريه اللي هي اصلا تبعنا وبين التداخل ما بين الناس نفسها. حضرتك انزلي عند منطقة سور مجرى العيون وشوفي المرحلة اللي كانت قبل كده والمرحلة الحالية اتطورت ازاي. حضرتك احنا عندنا موقع عند سوق السلاح وعند درب التبانة وعند منطقة القلعة وعند منطقة السلطان حسن، شوفي حضرتك اتطورت ازاي دلوقتي وبقى شكلها عامل ازاي. عملية دمج المجتمع المدني مع التعامل مع الموقع الأثري بحرفية ده موضوع مش بسيط، وان انت تطوري موقع اثري وموقع حضاري في ظل التشابك مع السكان برضه ده موضوع مش بسيط، وبالتالي ده بياخد جهد كبير من الدوله وبياخد جهد كبير من الوزاره في ان احنا نطلع مواقع زي مثلا شارع المعز بالشكل المفتخر والشكل الراقي اللي يتناسب مع مواقع التراث العالمي اللي احنا بتزورنا لجان من معظم دول العالم وبيشوفوا مدى كفائتنا وفهمنا لمواقعنا التراثيه. فاحنا عندنا في كثير من المواقع في القاهره على درجه عاليه جدا من الحساسيه، خاصه الاشتباك وتشابك الناس بسواء بقى مصالحهم او ببيوتهم او بوجودهم مع بعض المواقع الاثريه. نعم. انا بشكر حضرتك دكتور خالد سعد مدير الاداره العامه لاثار ما قبل التاريخ بوزاره الاثار على هذه المداخله وما ابديته معنا من وجهه نظر في هذه الحلقه. مشاهدينا اسمحوا لنا ان احنا نطلع على ارائكم اللي سجلتموها حتى الان على موقع البرنامج همزه وصل اي جي، ستظهر الاراء الان على الشاشه. نعم. محمود الضو في اليوم العالمي للتراث، ده السؤال طبعا. محمود الضوي في اليوم العالمي للتراث، ابرز ملامح العلاقات القادمه بين مصر واليونسكو لحمايه التراث والحضارات على مدار التاريخ، كانت وسوف تظل الدوله المصريه منذ فكر التاريخ تعمل بكل جهد للحفاظ على التراث والاثار والحضارات لتقدمها للمصريين والعالم اجمع بشكل حضاري والانسانيه والبشريه جمعاء والعلاقات المصريه، وهيئه اليونسكو ترتبط معها بعلاقه طيبه ومصداقيه وشفافيه بالتعاون بين الدوله المصريه والهيئه.
وكانت من أول المدعوين والحاضرين في نقل المومياوات ملوك وملكات مصر العظام في مشهد مهيب شهده العالم بترقب وانبهار وإخراج مبدع أكثر من رائع في اليوم العالمي للتراث. تقدم مصر للعالم أقدم حضارة في التاريخ وتحافظ على الحضارات والتراث والأشياء والأثار بالاكتشافات وبناء المتاحف بأحدث النظم والتكنولوجيا العالمية وعرضها للبشرية والإنسانية. تحيا مصر. نعم. أيمن رمضان الأنصاري. مصر معروف مكانتها التاريخية وسط العالم. في اليوم العالمي للتراث أبرز ملامح العلاقات القادمة بين مصر وهيئة اليونسكو من بعد عرض المومياوات التاريخية وسط ترقب العالم عن كثب لمكانة مصر العالمية ومن بعد الكعبة الشريفة، فإن مصر لديها تاريخ لا يوجد له مثيل في العالم، وعلينا بداية في ذلك الأمر القضاء على الاتجار بآثار الوطن، سن القوانين الصارمة لمنع الاتجار بآثار الوطن، ثم العلاقات القادمة الناجحة هي الكشوفات الأثرية القادمة والعمل على وضع عروض بدور الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي عالميا. علينا الحفاظ على أماكن الاكتشافات الأثرية، عدم نقلها خارج موطنها بالأحرى خارج المقبرة. دامت مصر بمكانتها في العالم برجالها المخلصين. رأي آخر. محمد الطاق نوي عاشور. في اليوم العالمي للتراث أبرز ملامح العلاقات القادمة بين مصر واليونسكو لحماية التراث، لأن الحضارة المصرية الشامخة العريقة من عبق التاريخ تلهم وتعلم البشرية على مدار أكثر من 10,000 سنة قبل الميلاد، ودور منظمة اليونسكو في حماية آثار البشرية وبالأخص الآثار المصرية القديمة هي علاقة قوية بين اليونسكو ومصر طوال الوقت. أوكي، ده كان آخر آراء موجودة لدينا، وخلونا ننتقل لآرائكم مرة أخرى. معنا الأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. بالطبع السياحة الثقافية بتمر بفترات في مصر، فترات من الارتفاع ثم فترات من الركود، لكن ماذا عن السياحة الثقافية في الفترة الأخيرة؟ طبعا يعني انا هاخد حضرتك لمقال او عنوان مقال قيل في احد المجلات الكبرى بمناسبه يوم التراث العالمي، والمقال عنوانه ان مصر اهدت للتراث البشري نصف ما موجود على الارض. يعني انا العنوان ده الحقيقه كان عنوان بالنسبه لي اعتقد ان هو حمله دعائيه اعلاميه اعلانيه لمصر، لما واحده من كبرى مجلات في العالم تقول ان مصر اهدت في يوم التراث العالمي للتراث البشري نصف ما اعطى العالم، ده دلالة على ان احنا عندنا مخزون رائع مميز بنعرف اخيرا نشتغل عليه. نعم. مهم جدا ان احنا نعرف ان احنا طريقة تسويقنا الرائعة في لمتحف الحضارات، قاعة المومياوات و22 ملك وملكة ليس لهم مثيل، زي ما حضرتك قلتي او احد الضيوف المعلقين كان بيقول انه هذا المتحف ليس له مثيل في الوجود. هذا المتحف اللي اتى ثماره الاستثمارية والسياحية والدعائية لمصر سياحيا وثقافيا وسياسيا قبل ما يتفتح. ده بيخلينا بنقول ان يجب على السياحة الثقافية التي تعتبر أيقونة السياحة، لأن في الأصل السياحة الثقافية كانت في مصر وبقتها بعدها السياحة الترفيهية عالية الإنفاق. لما نعرف حضرتك إن السياحة الثقافية رغم إنها يعني أقصى درجاتها جابت 4 مليون سايح سنة 2010، ساهمت بحوالي 14 مليار دولار للاقتصاد المصري. السياحة الثقافية يجب أن تستغل الزخم والنجاح اللي قامت به الدولة لأول مرة بنشعر إنها بمجموعة استثمارات رهيبة، بمتحف الحضارات، بالمتحف الكبير، أيقونة المتاحف في العالم من حيث الحجم ومن حيث عدد القطع، بأول مرة تجميع مجموعة توت عنخ آمون، من حيث طريق الكباش اللي بيربط ما بين معابد الكرنك والأقصر، مجموعة اكتشافات رائعة جدا جدا يجب علينا أن نستغلها استغلال الأمثل. عندما تعود السياحة الثقافية ستكون الأسرع في العودة. الدولة عملت لنا قاعدة بيانات رائعة، مجموعة مرممين على أحسن على أفضل في العالم. أعتقد أن مثلا ستجني ثمار ما قدمته السياحة الثقافية من دعم، ناهيك على أنه هو تراث وطني
وانا فرحان ان المصريين حريصين انهم ياخذوا اولادهم ويروحوا قاعده مواد ويشوفوا اهلهم. حريص فرحان جدا على العرض المبهر الرائع اللي اعاد لمصر مكانتها، وسياده الرئيس يبقى في استقبال الملوك. كل ده احنا بنستغل كل جزئيه منه لتوثيق واعلام العالم كله بان ما تملكه مصر من تراث وما قدمته مصر من تراث سيكون عون للسياحه الثقافيه اللي هي بحق قادره قويه لدعم العمله الوطنيه لمصر. صناعه السياحه في مصر فيها 4 مليون واحد بيشتغلوا فيها، صناعه السياحه في مصر فيها 52 صناعه قائمه عليها، لما الدوله تسندها بهذا الشكل واحنا الحقيقه مدينين بالشكر للقرارات القويه اللي قامت بها القياده السياسيه من دعم صناعه السياحه، نقدر نقول ان احنا على ابواب عوده سياحيه. ابشر حضرتك ومستمعينك الكرام شهر 8 ان شاء الله هتبقى فيه انفراجه لما يطلع عميد منظمه السياحه العالميه ويقول مصر هي المقصد السياحي الافضل بعد كورونا، لما تطلع التليجراف وتقول موصي بزياره مصر حاطه رجلها تماما على قمه صناعه السياحه الثقافيه في العالم، وبدون مبالغه هي غيرت مفهوم تدني وتراجع السياحه الثقافيه لصالح السياحه الترفيهيه مره اخرى بوعي وبرجال مصر الحقيقه العظام اللي اللي بتحتاجه السياحه يا استاذ محمد في هذه السياحه الثقافيه تحديدا، يعني في هذه المرحله بحيث تكون اكثر حداثه وترتبط بالسياحه الترفيهيه والشاطئيه بشكل كبير، بحيث ان هم يكونوا وحده واحده في العمليه السياحيه في هذه المرحله. ده اللي بتعمله الدوله بامتياز. خلي بال حضرتك لاول مره حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، زمان ودايما والفتره الطويله كنا بنعاني من انفصال ما بين نوعي السياحه الموجوده في مصر، السياحه الثقافيه والسياحه الترفيهيه، لكن البنيه التحتيه اللي بتربط مثلا ما بين منطقه البحر الاحمر والاقصر واسوان طرق غير مسبوقه، الطرق اللي قامت بها الدوله في الاربع خمس سنين الاخرانيه خلتنا يعني نزاحم الدول الاوروبيه في سرعه التنقل، رقم واحد. رقم اثنين وزاره النقل عملت مجموعة رائعة كمان من التوضيبات بالنسبة لمحطات السكة الحديد في الأقصر وأسوان. رقم ثلاثة الخط اللي بيربط ما بين سفاجة والأقصر. رقم أربعة عدد الطيران، ونحن لازم نشكر هذا برضو، عدد الطيارات اللي بتعمل حاجة اسمها الدبل تاتش أو النزول والصعود ما بين البحر الأحمر والغردقة. لأول مرة مصر تستطيع أنها تمزج ما بين السياحة الثقافية والسياحة الترفية. السياحة الثقافية سياحة إنفاق عالي جدا، مستوى الانفاق فيها كان يوصل لاكثر من 120 يورو في اليوم. السياحه الترفيهيه بتديني كمان لا استطيع ان استغني عنها لانها بتديني 10 مليون سايح اللي هو الماس برودكشن. المزج ما بين دول نجحت مصر تعمله، لكن نقول حاجه مهمه جدا، لما نيجي نسوق السياحه الثقافيه وحدها ولا نيجي نسوق السياحه الترفيهيه مع بعضها، مصر نجحت بامتياز. وانا بعظم دور ان مصر تبقى وزارة السياحة والآثار فيها دور واحد، لأنها استطاعت إنها تعمل حاجة هقول لحضرتك أول مرة عليها، أن يكون هناك متحف في الغردقة. عمر الغردقة المدينة الترفيهية اللي الناس بتيجي البحر فيها مكان فيها متحف فيه 1060 قطعة من أفضل القطع الموجودة. شرم الشيخ ومطار ومدينة شرم الشيخ فيها متحف رائع جدا فيه 6000 قطعة. يبقى إذا السائح اللي بيجي للسياحة الترفيهية يستطيع أن يرى تراث مصر، وكمان السائح اللي عندي عن طريق وسائل عن طريق شبكه النقل الموجوده والبنيه التحتيه اللي قامت بها الدوله تستطيع ان تجذب ما بين السياحه الثقافيه والسياحه الترفيهيه، يديني منتج رائع. السياحه هي القاطره الحقيقيه. نعم ده بلا شك. انا بشكرك استاذ محمد عثمان رئيس لجنه تسويق السياحه الثقافيه على هذه المداخله وما ابديته معنا من وجهه نظر في هذه الحلقه. الآثار والسياحة في مصر صنوان لا يفترقان أبدا، الاهتمام بأي منهما يعني الاهتمام بالآخر، هذا ما تفعله الحكومة حاليا في اهتمامها بالسياحة وأيضا في الاهتمام بالآثار في خطة حقيقية للنهوض بهذا القطاع عبر السنوات القادمة. مشاهدينا حتى هذا القدر انتهت حلقتنا من همزة وصل، غدا إن شاء الله قبل هذا الموعد بساعة لقاء جديد وهمزة وصل جديدة. شكرا لكم.